خلافاً لما هو مألوف وبعد أن أصبح الوضع الصحي خارج السيطرة بسبب جائحة كورونا التي أصبحت وباءً عالمياً، باشرت لجنة تسيير الأزمة الصحية مهامها الجديد لتحل محل خلية اليقظة والأمن الصحي التي عملت على حسب طاقتها لكبح جماح الوباء الذي يستفحل يوما بعد يوم حاصدا الأرواح بالعشرات ومئات من المصابين. أمام هذه الأزمة المستفحلة فإن رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أشرف على لجنة تسيير الأزمة الصحية وأين البروفيسور شواو شيمي على رأس هذه المنسقية، وأن مهمة هذه المنسقية الرد على المخاطر والتهديدات الصحية من قبل خبراء علميين وأطباء قادرين على مواجهة التحديات والأزمات الصحية التي فرضتها الأزمة الصحية لكورونا المستجد. وهذه المنسقية تعمل تحت إدارة وزارة الصحة العامة ولجنة تسيير الأزمة الصحية، كما أن من مهام المنسق الوطني تعيين وتقديم اقتراح أعضاء فريقه بموافقة وزير الصحة العامة. وقدم رئيس الجمهورية توجيهات لإدارة مكافحة الوباء بطريقة جادة وفاعلة، وهذه المنسقية يجب أن تلعب دورها بكل استقلالية تامة للرد على الوباء واتخاذ الاستراتيجيات الصحية في كافة ربوع البلاد بإنشاء مناديب صحيين ومشاركتهم في المستشفيات الفرعية الولائية. وشدد رئيس الجمهورية بضرورة تفاعل اللجنة مع الأزمة الصحية الراهنة التي أصبحت خارج نطاق السيطرة بحصدها أرواح الشاديين وإصابة الآخرين بالفيروس، وعلى اللجنة دراسة الأوضاع الصحية وكيفية مجابهتها بالطرق الكفيلة والممكنة كالإرشادات والعلاجات. وهناك مستشفيات وضعت تحت تصرف اللجنة للحالات الطارئة كمستشفى النهضة والمستشفى المركزي بفرشة ومراكز صحية أخرى ومدها بالمستلزمات الضرورية اللازمة للحد من انتشار المرض ووطئ حد لانتشاره في الأقاليم البلاد. ونأمل أن تقوم المنسقية بدورها وتضع حدا لهذا الوباء وأن يتنفس الناس الصعداء من هم هذا الوباء الذي أصبح بلا دواء.